معكم أخوكم الممثل عبد العزيز السكيرين. بالنسبة لبرنامج نخوة، برنامج بصراحة يتشرف أي واحد يشارك فيه، لأنه نخوة وأنتم تعرفون إيش معنى النخوة. في الحقيقة انعرض علي كذا سيناريو وأفكار من خلال هذا البرنامج، وكل الأفكار اللي موجودة تشد أي واحد، لكن الفكرة كانت جدا فيها إحساس، فيها انجذاب، تبي تشوف الصدق في عيون الناس، تبي تتخيل وش بيسوون في الموقف اللي انت فيه. طبعا بعد ما دخلنا في تجهيز المكياج وتجهيز الملابس وتغيير الشكل كامل